السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة رؤية سورة المسد أو قراءتها أو سماعها، وشو تعبيرها. أحباب الله، بدي أنزل أنا إن شاء الله سلسلة كاملة بس بالتدريج عن كل سورة القرآن الكريم وشو معناها إذا رأى الواحد في المنام. نزلت بعض الصور، وهاي بدي أنزل الصورة هاي وفي صورة أخرى، بس بدي هسا نحكي عن سورة المسد. هسا عمل استخار الله في الزواج، ورأى أو سمع، يعني رجل متزوج أو امرأة تتزوج وشاف استخارة الله على الزوج أو الزوجة، وشاف ورأى وسمع أو قرأ سورة المسد، فلا يتزوج من اللي استخار عليها، لأنه لن تكون صالحة وحياته معها ستكون تغضب الله. ونفس الشغلة للمرأة، فإن الرجل راح يكون غير صالح وحياته راح تكون تغضب رب العالمين. أما إن كان الرأي أو الرأي متزوجين فتدل على أن عليهم تقوى الله والابتعاد عن ما يغضب الله، وإلا سيحل بهم العذاب. فإن كان الرأي أعزب ولا يفكر بالزواج فعليه أن يصلح حاله، لأنه ليس في الطريق الصحيح، وأن رزقه حرام لأن تبت يداه من الأعمال الحرام، يعني لجنته يداه وكل شغله وعمله في حرام، فليتق الله. وإن كان الرأي مظلوم من إحدى النساء مثل زوجة أبي أو زوجة أخي، يعني كان عايش عند أخوه وأخوه الكبير وزوجته كانت إيش ظالمته، فتدل على أن الله سينصره والله ويأخذ حقه ممن ظلمه. وإن رأى الرأي إنسان معه في الرؤية أو سمع، يعني كان معك شخص إنسان معك واحد في غرفتك، أو أنت ماشي أنت واحد وسمعت أو رأيت أو قرأت سورة المسد، فتدل على أن رأه في المنام أنه كان يعرفه، فيدل على إنسان ظالم وفاجر فليبتعد عنه، وإن لم يكن يعرفه فليجهز نفسه على ابتلاء أو بلاء سيصيبه من ظلم. وإن كان من رأى سورة المسد أو قرأها شابا صغيرا أو فتاة صغيرة من العمر، يعني مش سن الزواج، فبإذن الله سيكون منصورا وعدوه خسرانا في الدارين، وكل ذلك حسب ما يكون عليه الرأي من صلاح أو فساد في الدين. أي كلما كان قريبا من الله فهي نصر ورجوع حق للرأي، والعكس صحيح، يعني إن كان الرأي أو الرأي من أهل الفساد فهي بشرى لهم بالذل في الدنيا وبشرى أنهم من أصحاب السعير. وإن رأى الرأي أو سمع هذا الصوت تطلع في بلد أو مكان معين فيه مجموعة من الناس، فتدل على كثرة الظلم والفساد، وأن عليه الابتعاد عن المكان وعن الناس اللي يراهم تلوت هذه الصورة المسد عليهم. هذا تفصيل عن من رأى صورة المسد أو قرأ أو سمعها، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين استمعوا القول فاتبعوه أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.